اسالك بما ان احنا يعني ممثلين برضو زي بعض، سيبك من الاخت دي مذيعه ما تفهمش اللي انا على فكره ناويه امثل بعد تفهمش اللي انا هتبني كورسات المشاعر دي اللي انا هحكي لك عنها. لا امتى؟ بس انا متفرج ومتفرج قاسي. لا انت متفرجه عميقه. لا بتفرجي باهتمام شديد. لا يعني احنا دايما كممثلين عندنا كده لحظه تحول اما بنحس ان الناس بدات تعرفنا وان احنا علمنا معاهم وعلمنا فيهم. امتى اللحظه دي حصلت لك؟ بعد انه عمل بالظبط حسيت ان انت رجلك بدات تثبت؟ والله يعني ما حصلتليش اللحظه. حصلتلكش ولا انت ما انتبهتش ليها؟ يعني مش فارقه معاك. لا ما فاهمش، الناس ما بتعرفكش بعد كل الاعمال العظيمه دي. الناس بتعرفك. يعني بفرق معاك الشغل الحلو. تحول عندي انا؟ تحول عندك احساسي انا؟ لا انا احساسي لسه ما عملتش حاجه. بس برضو بيحسسك انك نجحت ولو بقدر. طبعا طبعا رد فعل الناس ده شيء عظيم وعبقري، ومن غيره يبقى اللي بنعمله ده ولا حاجه. يعني لو الناس ما حست الناس، يعني انا اليومين دول بتوع الكورونا وانا لابس الماسك والنضاره وكاب وداخل انا بشتري عيش لحد دلوقتي واروح السوبر ماركت عادي جدا. يعني شوفي بقول لك متعايش مع الحياه. مش مساله مع الحياه، مساله ان انا ما تغيرتش، ان انا بقيت نجم يعني ولازم لا يعني عادي. عارفوك برضو؟ يعني الشهرة ملهاش النضارة والكمامة؟ ده مفيش حاجة باينة في وشك. عارفة افتكرت محمد هنيدي وهو عامل كده في نفسه، قال له طه انت عامل في نفسك كده. لا انت طه. نفس الحكاية، جالي نفس الهاجس الفكرة دي، يعني افتكرت المشهد ده ومت على نفسي من الضحك. طب ده إحساس مش مضايقك؟ يعني إمتى تحس إن أنت عملت الحاجة اللي هي لا يعني عاملة سكور جامد؟ أبو عبد الله. طبعا أبو عبد الله. حاسس إن أنا عملت سكور جامد. ليه بقى؟ طبعا. مش لان يعني انا من زمان دايما في ناس بتحب شغلي وبتقول لي عليه واحنا شفنا كذا وعجبنا كذا، وتلاقيهم فاكرين حاجات قديمه جدا. لكن انا اول مره تهتم السوشيال ميديا والاعلام والنقاد ويتكلموا عني بعد ابو عبد الله. بعد ابو عبد الله. ده احساس انا يعني كل ما اسيب نفسي انا ممكن اعيط، ممكن ابكي من يعني الفرحه. يعني بعد النجاح ده مش هتنزل تشتري عيش تاني؟ لا بنزل اكيد، هو تروح السوبر ماركت وكل حاجه. بس انت قول